نصب مساء أمس النائب الأول لبلدية الدائرة الخامسة أعضاء المكتب الفرعي لجمعية الأبرار بهدف يهدف هذا التنصيب إلى مساندة رجال الأمن والشرطة الوطنية في عمليات التفتيش والمراقبة داخل المساجد. فاطمة الأحمد. بهدف المساهمة في توفير الأمن في المساجد من خطر الجماعات الإرهابية التي استهدفت البلاد في السنوات الماضية، قامت جمعية شباب الأبرار بتنصيب مكتبها الفرعي بالدائرة الخامسة، وذلك من أجل مساعدة رجال الأمن والشرطة الوطنية في عمليات التفتيش لحماية المواطنين. وخلال المناسبة قدمت مسرحية من قبل شباب جمعية الأبرار جسدت الدور الريادي الذي تلعبه عمليات التفتيش في حماية المواطنين، خاصة المصلين في المساجد. النائب الأول لبلدية الدائرة الخامسة أثنى على هذه البادرة التي قامت بها جمعية شباب الأبرار في المساهمة في توفير الأمن والسلام في جميع حارات الدائرة، خاصة لكل المصلين في المساجد. نقول لكم شكرا عشان جوتوا هنا اليوم في انستالاسيون هنا المكتب. أنا سنكم أرندوسما أنا الأسوسياسيون الأبرار ونقوفوا مام ليل ونهار ونقول لهم خليهم يقوفوا مع رجال الأمن. كل شيء شافوا ما عجبهم ده طوالي يجيبوا لرجال الأمن ورجال الألم، إن شاء الله هم واقفين ليل ونهار ويردوا لهم طوالي. أما رئيس الجمعية إبراهيم الجوني أشار في خطابه بأن شباب جمعيته لم يقفوا مكتوفي الأيدي بعد الأحداث التي صارت إثر هجمات بوكو حرام المتطرفة داخل العاصمة، وأنهم سيبذلون قصارى جهدهم في مساندة قوات الشرطة والدرك الوطني لتحقيق الأمن والسلام في شتى ربوع البلاد. وفي ختام المناسبة، فقد نصب النائب الأول لبلدية الدائرة الخامسة ورئيس الجمعية المكتب الفرعي الذي يتكون من 15 عضواً على رأسهم رمضان أوسيا. وإلى حملة توزيع بعض من المستلزمات المدرسية لبعض من المدارس الابتدائية والنساء العاملات في مجال التنظيف بالدائرة السادسة والسابعة بحضور عمدة كلا الدائرتين وعدد من المسؤولين بالمنطقة. حسين النور. إن الاهتمام بالعملية التربوية هو شأن الجميع، وذلك من عجل إعداد أجيال مؤهلة ومتخصصة في مختلف المجالات. لذا قامت مؤسسة تشات هيلبين هانس بتوزيع عدد من المعدات المدرسية بالدائرتي السادسة والسابعة، كما شملت المساعدات المدرسة الابتدائية بحارة حبينا وجمعية النساء الأرامل بالدائرة السادسة والنساء العاملات في مجال التنظيف بالدائرتي السادسة والسابعة. عمدة بلدية الدائرة السابعة أعرب عن فرحته بهذه المساعدات، مضيفا بأن هذا الدعم بلا شك سيساهم في رفع معنويات التلاميذ. إن هذه الأدوات المدرسية التي قدمتها مؤسسة تشات هيلبين هانس لمختلف جمعيات النساء في بلديتنا قد وصلت في الوقت المناسب، لأنها تسمى لأبنائهم الحاضرين أن يبدأوا سنة دراسية ناجحة تحت ظروف حسنة وجيدة. وصلت هذه المساعدات إلى قرية بللا بمركز إداري لينيا، وقال مسؤول القرية إن هذه المعدات تشجعهم لمواصلة الدراسة. من ناحيتها رئيسة مؤسسة تشات هيلبين هانس قالت بأن الهدف من توزيع هذه المعدات هو عبارة عن مساهمة مؤسستها لتحفيز أبناء الوطن في مجال التعليم. والجدير بالذكر أن مؤسسة تشات هيلبين هانس منذ تأسيسها في فبراير 2017 قامت بتوزيع مساعدات في مختلف الكيانات والجمعيات المدنية.